أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من أجرى الكلام، والتي سنسلط الضوء فيها على حركة 6 إبريل. حقيقة هذه الحركة، ما هي حقيقة أهدافها، وما هي حقيقة الناس الذين ينضمون تحت شعارها أو تحت لوائها، وما حقيقة الأشخاص الذين ينشقون عنها. بداية أرحب بضيفي الأستاذ محمد مصطفى، وهو عضو مؤسس وعضو المكتب السياسي في حركة 6 إبريل، مسؤول التنظيم. أهلا بك. أهلا وسهلا. وأيضا سيكون معي في هذه الحلقة رأي آخر، رأي معارض طبعا، ولكن سنتعرف عليه في القسم الثاني، بينما سيكون معنا في القسم الأول بشكل مموه للصورة والهوية. أهلا بك ضيفي العزيز. ويشاركني في هذه الحلقة أيضا الأستاذ محسن سيميكا، وهو مسؤول ملف الحركات الثورية في جريدة المصري اليوم، وهو إنسان له آراءه التحليلية، يعني ليس مؤيدا وليس معارضا، إنما سيشرح لنا من وجهة نظره التحليلية والمتابعة لملف 6 إبريل حقيقة هذه الحركة. مساء الخير أستاذ محسن. مساء الخير. نبدأ مع الأستاذ محمد مصطفى. أستاذ محمد أهلا بك في أجرى الكلام. اليوم لماذا كل هذه الانتقادات على 6 إبريل؟ لماذا كل هذه النقمة على 6 إبريل؟ نقمة شعبية، نقمة عند المسؤولين، هذا التخوين ل 6 إبريل. يعني اليوم 6 إبريل موضوعة، إذا بدنا نقول وكأنها هي من يساهم في خراب ودمار وإثارة الفوضى في هذا البلد. لماذا كل هذه النقمة اليوم عليكم؟ 6 إبريل من يوم ما ابتدت الحركة، وهو في جدال كبير حوالين الحركة، خاصة ان هي بداية الحركة خالص كانت بدأت بإضراب المحلة. نعم. وده كان نموذج مصغر من الثورة في مصر. نعم. ما قبل الثورة كان نظام مبارك بيشوه اي معارضين ليه، حتى حركة كفاية اول ما طلعت في 2005 نفس الانتقادات ونفس التهم ونفس التشويهات وجهت ليها. نعم. وكان فيها يعني هذا كان في افضل مبارك. اما اليوم بعد مبارك، بعد مبارك، من بعد الثورة مباشرة، ابتدى برضو التخوين للحركة، وابتدى تشويه الحركة، وكان يعني كان في تشويه وتخوين الحركة بشكل منظم، افتعال بعض الانشقاقات او افتعال بعض المشاكل داخل الحركة. افتعال بعض الانشقاقات، كيف افتعال بعض الانشقاقات؟ يفتعل بعض الانشقاقات عن طريق بعض الاشخاص من داخل الحركة، يعني زي الانشقاق اللي حصل في 2011. اكتشفنا بعد ذلك ان الناس اللي قامت على هذا الانشقاق هم كاذبون. بعد الانشقاق هم كاذبون بناء على اي كاذبون معطيات؟ على المعطيات، هذه المعطيات اللي احنا وصلنا ليها، ان الناس دي كانت بتتكلم ان احنا انشقينا عشان خاطر ما فيش ديمقراطيه في الحركه، على سبيل المثال ما فيش تداول ديمقراطي داخل الحركه للمناصب داخل الحركه. الحركه عايزه تتحول لمنظمه او حزب سياسي، واحنا رافضين ذلك. نيجي نبص على الناس اللي هي عملت هذا الانشقاق، طلعت عملت الجبهة الديمقراطية، والأعضاء بتوع الجبهة الديمقراطية بعد سنة قاموا فاصلينهم لنفس الأسباب ولتأكدهم، لأن كل هذا الكلام كله كان كذبا يعني. نعم. وكل ده يعني كل ده مسجل، والناس بالفعل اتفصلت ببيانات رسمية من الجبهة الأخرى كمان يعني، وهم اللي عملوا هذا الانشقاق. هنيجي نتكلم على الوضع الحالي وتشويه 6 إبريل. 6 إبريل شوهت في عهد المجلس العسكري لأنها وقفت في وجه المجلس العسكري. 6 إبريل شوهت عندما وقفت في وجه الإخوان، وشوهت من القوى الإسلامية، وشوهت من الإخوان، و6 إبريل تشوه اليوم. لماذا 6 إبريل تشوه من بعد 30 يوليو؟ أليس مستغربا أنه هذا التشويه المستمر مع كل الأنظمة، مع كل الأزمنة، مع كل الأشخاص؟ يعني عندما يكون الإنسان مخطئا يخطئ في يعني يظلم في مكان، ولكن لا يظلم دائما. يعني عندما تظلم دائما كما تقول، يعني أنت على خطأ وليس الآخرون. يعني ظلمتم في عهد مبارك، ظلمتم في عهد المجلس العسكري، ظلمتم في عهد الأخوان كما تقولون، واليوم تظلمون أيضا. يعني لماذا أنتم دائما مظلومون؟ وحتى الشعب اليوم
هو لا يريد فتح إبليس. الشعب اولا الشعب حصل له حاله حشد وحاله شيطنه للحركه من الاعلام، والاعلام كان له دور كبير جدا في حاله الحشد ضد كمان الاعلام على اجدنا دوت كون يعني صار أيوة. كل الناس يعني حرب أيوة كونيه أيوة تمام يعني حرب كونيه على لا هي مش حرب كونيه حرب يعني كونية لما نيجي انا جاي هقول لحضرتك بالنسبه للمكالمات انا عايز مكالمه واحده من المكالمات اللي سربت وفيها قص ولزق كتير، انا عايز مكالمه واحده تدل على خيانه تدل على عماله تدل على تمويل. لما ما لقاش في المكالمات حاجه بتدل على خيانه او عماله او تمويل قال لك ده اقتحموا مقر امن الدوله، وقعد يطبل في قصه اقتحام مقر امن الدوله اقتحام مقر امن الدوله. هذا السؤال هو موجود من لدى حضره النائب العام وهو من يعني يملك من سيقرر ومن يملك الحق سيستوني نعم. لكل الانظمه دايما على عداء مع 6 ابريل، لان 6 ابريل لها مبدا واحد ما بتعرفش تحيد عنه. هو العكس تماما، يعني 6 ابريل هي على عداء مع تلك الانظمه. ايوه احنا على عداء مع تلك تمام احنا على عداء مع تلك الانظمه. لماذا؟ احنا كنا مع المجلس العسكري ومشينا مع المجلس العسكري وتم لقاءين ما بيننا وما بين المجلس العسكري، ويمكن في صوره شهيره لاحمد ماهر وهو مع الفريق السيسي بعد ثوره يناير مباشره. نعم. لقينا المجلس العسكري خالف وعوده وخالف كلامه معنا. جه مرسي ويمكن احنا يعني اللي قاعدين يلزقوا فينا ان انتوا دعمتوا مرسي، ما كناش لوحدنا دعمنا مرسي، بيتهمونا النهارده ان احنا دعمنا مرسي، كلهم متصورين جنب مرسي في الفورمنت. كلكم مع مرسي، احنا جينا عرضنا مرسي لما لقينا مرسي اخطا وما عملش الدوله اللي اتفقنا عليها ونقض وعوده معانا. احنا حضرنا ل 30 يونيو وشاركنا زي كل القوى في 30 يونيو، يمكن احنا من اكثر الناس اللي عملت فعاليات في عهد محمد مرسي، وشاركنا في 30 يونيو وحطينا تصور لخريطه الطريق يوم 2 يوليو حطينا تصور لخريطه الطريق، وكان نفس اللي جه في خريطه الطريق. لكن وصلنا لايه النهارده؟ هل النهارده الموجود في مصر لا يستحق المعارضه؟ ما هو الانظمه اللي جت كلها انظمه عايزه تحكم بنفس الطريقه اللي حكم بها مبارك. الم يصدر بيان رسمي عن 6 ابريل تبرأتم به من ثوره 30 يونيو وقلتم انكم نادمون على المشاركه في تلك الثوره؟ لا احنا لم نقل اننا ندمون على المشاركه في تلك الثوره، ولم يصدر بيان بهذه الصيغه. احنا فيديو مسجل الفيديو بتاع احمد ماهر بيقول احنا معنى الفيديو ان هو مش ندمان على 30 يونيو، لا احنا مشينا في 30 يونيو لكن كان في تخوفات من قبل 30 يونيو، وهذه التخوفات تحققت اليوم. النهارده مصر ماشيه في طريقها لحكم عسكري بحت، النهارده في موجه كبيره جدا من النفاق والرياء اللي كان سبب كبير في وقوع دولة مبارك، النهارده الموجه دي شايفيننا ماشيين فيها، النهارده في قمع كبير جدا للشباب متاخدين في السكه مع الاخوان، كل اللي مش عاجبنا الاشتراكيين النهارده بقوا اخوان، يعني ده حاجه احنا جبت من قمه اليسار وبقول ان هم بقوا اخوان ومحطوطين مع اليمين المتطرف على سبيل المثال، فطبعا في شيء من لا ما هي المشكله احمد كان رسالته ان انتوا مهما تعملوا معانا لا في جيل جاي. اليوم هناك فريق لا يريد قيام الدوله، لا يريد قيام الدولة الحقيقية، يعني يريد دولة من دون أجهزة أمنية، يريد دولة من دون أمن دولة، يريد دولة من دون شرطة، يريد دولة من دون مخابرات، يريد دولة من دون جيش، يريد دولة من دون قضاء، يريد دولة أن يشتم بها من يريد من دون ما يحاسبه أحد، مفيش حد يريد دولة أن يخالف بها كما يريد ولا يحاسبه أحد، يريد أن يتظاهر عندما يشاء في الشارع ويقول ويهتف ويرفع لافتات كما يحلو له من دون اذونات ومن دون احنا لم نعترض على يريد ان يفرض نفسه وصي على الثوره ويتحدث باسمها ويتجاهل اراده الشعب. يعني اليوم الكلام ده اليوم معترض عليه تماما من الاول. لا يعني الكلام ده كله معترض عليه لانه يعني ما فيش حد عايز دوله من غير امن ومن غير جيش، يعني ما فيش دوله من غير مؤسسات. يقال انكم موجهون بارادات خارجيه عبر دول خارجيه يعني. من وراء الحدود انا اقول ما يقال تمام. تمولون ما الدليل على التمويل؟ مؤسس الحركه ومنسقها العام السابق محبوس النهارده بتهم التظاهر، يعني عيب قوي يعني واحد ممول. لا تبقى دوله ضعيفه ويبقى جهاز امنيه ضعيفه، معلش انا اسف، هو من ايام مبارك متهم بالتمويل يحبس النهارده، ليس مسجونا بتهمه التظاهر، لا مسجونا بتهمه خرق قانون التظاهر، خرق يعني خرق القانون، يعني انتوا عاوزين دوله من دون واحد قانون، واحد رايح لا يعني معلش انتوا معلش انتوا تدفعون الى دوله من دون قانون، انتوا ليه بتقولوا لنا الكلام؟ لا لا الكلام بيتقال لانكم انتوا مش عاوزين قانون، عاوزين قانون على حسابكم، مش عايزين قانون على حسابنا، عايزين حريه التعبير، يعني عاوزين نعمل اي حاجه
ضمن شعار حريه لا لا التعبير. لا احنا عايزين قانون يتيح عايزين قانون للتظاهر يتيح الحق ليا ان انا اتظاهر. قانون التظاهر ده قانون من طرف واحد. النهارده انا متظاهر، القانون بيعاقبني لما اخطا. طب رجل الامن لما ما يلتزمش بالقانون واللي مكتوب في القانون، اعظم دول العالم اليوم واكثر الدول الدول الحضاريه في العالم يستطيع ان ينزل الشعب او يعني المواطن الى الشارع يتظاهر ساعه يشاء وفي اي مكان يشاء. نحن لم نعترض على قانون التظاهر. الاعتراض ليس على قانون التظاهر، الاعتراض على بنود داخل قانون التظاهر. نحن لسنا معترضين على 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 عمل على عمل على عمل قانون التظاهر. بنود مثل ماذا؟ بنود مثل محاسبه رجل الشرطه عندما يخطا مثلي. بنود تتحدث في ان تتيح لي قدر من تتيح لي قدر التصريح وليس قدر الاذن. يعني ان انا انا اقول لك النهارده اسف قدر ان انا اعلمك وليس اخد منك اذن ان انا نازل اتظاهر، ان انا اقول لك انا رايح اتظاهر في المكان الفلاني في الساعه الفلانيه في الاتجاه الفلاني، انما مش ان انا اقول لك لو سمحت ممكن توافق لي على المظاهره ولا لا. لا، لو انا جيت اقول لك وانت النهارده وافقت لي لا بكره مش هتوافق. يعني القانون كانه لم يكن يعني يعني القانون يعني القانون انا رايح اتظاهر يعني انا رايح اتظاهر القانون خطأ. يا فندم انا بدي اسالك دول كتير. يا فندم انا اللي عاوز اسالك، انت عاوز دوله ولا عاوز مزرعه؟ لا انا عايز دوله اكيد. عايز دوله يعني اكيد. لما تكون عاوز دوله بس عايز دوله بتحترم يعني القانون يا فندم. ما هو المواطن يجب ان يحترم الدوله قبل ان تحترم الدوله المواطن. يعني اذا انت الدوله بتقوم على ايه اصلا؟ مش محترم الدوله بتقوم على ايه؟ يعني الدوله بيطلع لها شرطه ومش محترم الدوله بيطلع لها شرطه وبعد كده يطلع لها مواطنين. ده شعار الدوله يطلع لها شرطه وبعد كده مواطنين، ولا بيبقى الدوله مواطنين وارض وبعد كده نعمل من المواطنين دول اجهزه؟ يا اخي من انت تتكلم باسم المواطنين؟ يا فندم انا واحد من المواطنين. وافقوا على هذا الموضوع، ما فيش الا 6 ابريل لوحدها والاخوان. سمي لي غيركم. يعني في كتير من القوى الثورية شخصيات عامة كتيرة جدا اعترضت على هذا القانون. مين اعترض ونزل الى الاعتراض؟ انتم المعترضون دائما. اسف معلش اتفضل. 6 ابريل كثير من القوى الثورية، الاشتراكيين الثوريين، الاستاذ جورج اسحاق مثلا، جورج اسحاق، المجلس القومي لحقوق الانسان، مش هذا مجلس مصري لو سمحت. القوى الثورية بعد اذن حضرتك. لحظه، بعد اذن حضرتك. القوى الثورية من هي؟ انا بتكلم القوى الثورية اللي معانا في الحلقة. سمي لي اشخاص قوى ثورية. انا بتكلم في القوى الثورية اللي في جبهة ثوار على سبيل المثال. هتكلم في حاجة أكبر، المجلس القومي لحقوق الانسان، هذا المجلس مجلس يخص 6 ابريل ام مجلس يخص الدولة وعينه رئيس الجمهورية؟ سؤال بعد اذنك معلش. هذا المجلس عينه رئيس الجمهوريه، هذا المجلس عينه رئيس الجمهوريه، وهذا المجلس اعترض على قانون التظاهر. يبقى هذا المجلس مش عايز. واحنا اعترضنا على بعض البنود، احنا مش معترضين على فكره القانون. هذا القانون ليس موجودا ضمن الدستور. القانون دستوريا لازم يبقى فيه قانون. هذا القانون من وجد ضمن الدستور اللي شوط عليه الشعب؟ لا مش موجود بنود هذا القانون في الدستور. مش موجود في هذا بنود هذا القانون في الدستور. والمفروض نرجع يقول ماذا؟ حرية الرأي تمام. مكفولة في إطار ما يقره القانون. ما يقره القانون تمام. تمام ماشي. انت عاوز ما يقره القانون. حضرتك انت النهارده بتقول لي ما يقره القانون. هل هذا القانون بتاع التظاهر اللي اعترض عليه المجلس القومي لحقوق الانسان 6 ابريل دول وحشين حطهم على جنب، هذا مجلس القومي لحقوق الانسان بتاع الدوله اعترض على قانون التظاهر، اعترض على بعض البنود في قانون التظاهر، هل سنعدل تلك البنود ولا سيستمر هذا القانون كما هو؟ انت هل سنحاسب رجال الشرطه عندما فضوا مظاهرات 25 يناير واغلق الميدان على فئه بعينها وكان الشباب يقتلون ويدهسون ويضربون بالرصاص الحي يوم 25 يناير 2014 في شوارع وسط البلد وفي المهندسين في مصطفى محمود؟ هل انا هنا اليوم احاسب؟ كيف احاسب رجال الشرطه؟ رجل الشرطه القانون بينظم له ان هو يضرب بالميه ويحذر بالميكروفون الاول ويضرب ميه ويضرب دخان وبعد كده مطاطي وخلاف وحاجه ولما تنظيم ولما تهاجم رجل الشرطه ولما تهاجم مقرات الشرطه وتحرق مقرات الشرطه وتهاجم ضد حرق مقرات الشرطه ويتم تهريب من داخل السجون كمان هيرشكوا في الميه. لا 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 معلش، احنا في وسط البلد. ايه جاب بقى مقرات الشرطه انا بتكلم بشكل عام وان انا احرق مقرات الشرطه وان انا لا 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 واللي حصل الكلام مش بشكل عام. واللي حصل الكلام موجه. عفوا الكلام اللي حصل في مصر هو حضاري اكثر ب 100,000 مره مما حصل في دول اخرى عندما حضاري ان انا اضرب بالناس اندلعت الثورات اندلعت الثورات في وجه الانظمه. يعني ما حصل في مصر كان الارقى في كل ما حصل. التجاوزات تحصل
دائما هناك شواذات، دائما هناك استثناءات، دائما هناك شواذات، ولكن نحن يعني انتم رغم ان ما حصل في مصر هو يعني بما يحدث في دول اخرى، يعني عندما اليوم نريد ان نقارن بين ما حصل في مصر وبين ما حصل في ليبيا او ما حصل في تونس حتى، او في ما يحصل في سوريا او ما حصل في اليمن او حتى ما يحصل في البحرين اثناء احداث الثوره، نحن اليوم اثناء احداث الثوره يعني هنطلع يعني هيطلع في الاخر الشعب هو الغلطان في الثوره، يعني هو اللي يتعاقب، يعني ما حدش عم بيقول الشعب يتعاقب، انتوا عم بتصوروا انه عقابكم كان لانه عملتوا ثوره كان مجازر عم بتتم بحقكم. طيب اذا كان يعني دائما هذه الصوره الذي دائما تريدون ان تبثوها للراي العام، ما حصلش قتل ودهس للمواطنين في احداث ثوره يناير، في 28 يناير ما حصلش قتل للمواطنين، وحصل قنص للمواطنين، وحصل اغتيالات، وحصل تصفيات، وحصل ان الشرطه ليست وحدها من قام بذلك، كان هناك اشخاص على السطوح، كان اشخاص مدسوسين بين الناس فين؟ بس انتم رافضون ان يعني مدسوسين فين الاشخاص؟ انتم تصدق انه في ناس مفيش ولا الجمل، موقعة الجمل مين عملها؟ موقعة الجمل اللي عملها الحزب الوطني طبعا، حزب الوطني طبعا طبعا، ومن يقول غير ذلك هو مدلس ويعبث في الحقائق. نعم، هل سمعت ما قالته بوسينة كامل لما عندما سألتها عن موقعة الجمل؟ قالت أن كان يقف جانبي أحد قيادات الأخوان في ميدان التحرير وتطلق النار، سألته من يطلق النار يا فلان؟ أجابها هؤلاء جماعتنا، هؤلاء ناسنا، لتتفاجأ فيما بعد أنهم كانوا منتشرون. هل هي مدلسة النار على المتظاهرين ميدان التحرير بموقعة الجمل؟ كانوا بيطلقوا النار على نعم نعم نعم، انا هفترض نعم صحة هذه الصحة، هي قالتها على وقع ومستنزلة بالصوت والصورة، واليوم تحاكم او دعيت الى التحقيق بسبب كتم هذه المعلومات. تمام تمام، هل تزايد على بوسينة كامل؟ انا لا ازايد على بوسينة كامل، لا انا لا ازايد على بوسينة كامل، انا اللي بقوله دلوقتي بوسينة كامل قالت ان هم كانوا بيضربوا النار على المتظاهرين بتوع التحرير ام بيضربوا النار على الجانب الاخر؟ ما عايزين برضه نفهم دي، يعني ودي برضه لا لا لا، كانوا بيضربوا النار على يعني كانوا بيضربوا النار على المتظاهرين، على المتظاهرين ميدان التحرير من اجل ايقاع قتلى وجرحى، ليطلع يعني ليطلعوا الشباب مثل حضرتك ويقولوا الشرطه قتلتنا، في عقل الحزب الوطني قتلنا، الجيش قتلنا. معلش نعم، في هذه الاثناء بقى دي احنا عشناها، يعني عشناها كويس جدا. اتفضل. واحنا ابناء مناطق شعبيه، اللي حصل كالتالي: خطاب مبارك 1 فبراير، بعد خطاب مبارك مباشره كلنا من مناطقنا ابتدى يجي لنا تليفونات من أسرنا وأصدقائنا بالمناطق بتاعتنا، في تحركات غريبة بتتم داخل المناطق الشعبية النهاردة. ايه هي هذه التحركات؟ بعد رموز الحزب الوطني المتواجدين في المناطق دي ابتدت تحرك مظاهرات للهتاف باسم مبارك، وان احنا لازم يعني نستحمل الرئيس 6 شهور ونمشي ونكمل بناء على الخطاب العاطفي بتاع 1 فبراير. واذ نفاجئ في فيديوهات موجودة وراحت المحكمة، يعني مثلا عندي فيديو لرئيس مباحث اسم النهضة السلام في مدينة السلام، رئيس مباحث اسم النهضة واقف بيتكلم مع الناس وعامل متعور ومرابط دماغه ورابط دراعه وبيحشد الناس على ميدان التحرير، ونروح نمشيهم من قلب ميدان التحرير. عضو الحزب الوطني، عضو مجلس الشعب بتاع الحزب الوطني اللي في نزلة السمان، اللي كان جايب الجمال وجايب الحصينة وجايب الحمير في ميدان التحرير، ده تبع الإخوان. الحشد اللي كان فيه مرتضى منصور والفنانين وقدام مصطفى محمود يوم 2 فبراير، دول كانوا اخوان. جاوبني، القضاء برأه ليه؟ اذا كان مذنب القضاء برأه ليه؟ والله الله اعلم بقى بتبرئ القضاء لكل الناس، وكل الضباط اللي قتلوا، هاتلي ضابط واحد اتحكم عليه حكم يعني من كل الناس اللي اتقتلت يعني. ليه؟ الله اعلم. القضاء لماذا يريد ان يبرئ قاتلا؟ لا هو ممكن، أنا تؤمن في القضاء في مصر او لا تؤمن في القضاء؟ لا اؤمن بالقضاء طبعا. يعني انت تعتبر القضاء في مصر قضاء شريف نزيه او تعتبره فاسد؟ لا لا، يعني ما فيش حاجه في المطلق، يعني ما فيش حاجه بتبقى في المطلق، يعني ما اقدرش اقول ان كل القضاة في مصر القضاء فاسدين، او يعني لا، عندما عندنا منظومه قضائيه عندما تطرى علامه استفهام تقول لماذا برئوا كل الضباط؟ لماذا برئوا؟ اقول لك لماذا برئوا، لماذا برئوا؟ لان احنا قعدنا ايام المجلس العسكري فتره كبيره جدا على ما ابتدت تتقدم ادله للمحاكم، وحصل كتير، حصل طمس كتير للادله، ويمكن سمعنا عن السي دي اللي كان بيتعرض
مبارك ولقيناه فيلم عليه فيلم الباشا تلميذ مثلا ساعه محاكمه مبارك، القاضي بيعرض سي من ضمن الادله ولقينا عليه فيلم الباشا تلميذ مثلا، لقينا بعض المستندات اتسرقت واتحرقت وحاجات اتسرقت من قلب النيابه يعني. فهي الفكره احنا عارفين ان في مستندات كتير هربت وسربت يعني وحصل فيها كلام كتير، بس لما تيجي النهارده تشوف نظام بيتحاكم على 30 سنه ونظام بيتحاكم على سنه، يعني حاجه في زمن لا معقول. النهارده متظاهر لما يقف متظاهر يعني واحد 30 سنه وواحد متهم في قضيه قتل، ما هو برضه انت حط نفسك مكان هذا المواطن الذي حكم واحد سنة في 30 سنه ما يتحكمش عليه بحاجه، مواطن ببالونه ياخد 15 سنه. اذا كان اللي يعني حكم سنه فعل ما فعله غير يعني ما فعله أنا غيره 30 سنه، انا لا ادافع. اللي حكم سنه زي اللي حكم 60 سنه طالما ده اخطا وده اخطا الاثنين يعاقبوا، الاثنين يعاقبوا بنفس العقاب. لكن احنا قلنا حاجه هي مش عاجبه حد، احنا قلنا حاجه، قلنا يبقى من اول الثوره قلنا قانون عداله انتقاليه، عملوا لنا وزير عداله انتقاليه، جاي وزير العداله الانتقاليه ما عملش اي حاجه ويجي يقول لك الوقت اللي احنا فيه مش وقت عداله انتقاليه. طب ما حضرتك قاعد ليه كوزير عداله انتقاليه؟ يعني قاعد تتفرج علينا مثلا ولا قاعد حضرتك ليه؟ ما انت وزير جاي وزير عداله انتقاليه المفروض تيجي تعمل لنا قانون عداله انتقاليه هي المخرج. عددكم قد ايه؟ 6 ابريل عددنا؟ يعني اليوم اذا 6 ابريل دعت الى مليونيه في ميدان التحرير، كم شخص بينزل من 6 ابريل؟ العدد الغير محسوس. بمعنى يعني اليوم اذا انت عندنا اعداد 6 ابريل عندها اعضاء تنظيميين واعضاء غير تنظيميين. لو جيت على الاعضاء التنظيميين عندنا عدد كبير من الاعضاء التنظيميين هم دول بتحشدوا في الشارع. لا نحشد في الشارع عندنا قدره يعني يوم 5 دعيتوا الى مظاهره ضد قانون التظاهر، نزل 300 400 500 شخص. تمام 600 ميدان طلعت حر. تمام 600 عاوزين تمشوا 90 مليون برأي 600 شخص. خليني بس أتوقف مع فاصل، بعد الفاصل نتعرف على هوية ضيفنا الثاني وما هي أبرز الاعتراضات والانتقادات، وسيكون أيضا لنا مداخلة مع الأستاذ محسن السميكة لمعرفة رأيه وهو المعروف بحياديته في هذا الموضوع، يعني ليس مع 6 إبريل وأيضا ليس ضد 6 إبريل. بعد الفاصل ابقوا معنا. يمكن من أبرز اعتراض هو فكرة الكذب الممنهج اللي أصبح بيتمتع به الآن يعني شلة أحمد ماهر وأتباعهم من اللي بيحاولوا إنهم مش بس يكذبوا طول الوقت، وأنا بستغرب، أنا كنت أظن إنهم أقل بجاحة وأقل يعني قدرة على إنهم يواجهوا الناس ويتكلموا تاني إنهم غير ممولين أو إنهم يعني خرجوا من أجل الناس، بجانب مسألة انه ايديهم بس مش مجرد كذب، ايديهم اصبحت مليئة بدماء، كثيرين ما زالوا يموتون بسبب افكار خاطئة بيحاولوا يروجوها، وخطاب ثوري عالي بيحاولوا يستخدموا فيه بعض الشباب المتحمسين عشان يقبضوا على ارواحهم ويتجروا بدمائهم عشان يحصلوا على حفنة اكثر من الدولارات القطرية والامريكية.